موجات هجومية من الفارس الأبيض، وادي تسديدة، جول 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 جول، عملها عبد الخالق، عملها عبد الخالق في الدقيقة 11، ويضع اللقطة المضيئة، لقطة الافتتاح، لقطة الافتتاح في هذا اللقاء، ولقطة الافتتاح والتسجيل الأول لإبراهيم عبد الخالق في أول لقطة مضيئة لإبراهيم عبد الخالق مع نادي الزمالك علشان يتقدم مشاهدينا الفارس الأبيض من أول موجة هجومية كانت ممكن في اللقطة الأولى عن طريق إيمانويل مايوكا. ولكن بص شوف العرضية من محمد عادل جمعة على القائم الثاني، وراسية حكاية من إبراهيم عبد الخالق في الركن البعيد للهاني سليمان، علشان إبراهيم عبد الخالق في الدقيقة 11 مشاهدينا يحرك الشباك الساكنة ويتقدم للفارس الأبيض بهدف مقابل لا شيء. ناش نستمتع بإبراهيم، لكن نادي الزمالك عنده جواهر وعنده نجوم، سواء داخل البساط أو على دكة البدلاء أو خارج ال 18. أدي اتلعبت الضربة الحرة، وعاشور لسه عاشور، القذائف والقنابل والصواريخ اللي بتطلقها قدمه اليمنى لم تعمل حتى الآن بكفاءة. عمرو نبيل بيرجع للهاني سليمان، تمريرة أمامية ولكن تتقطع، مايوكا يعمل كنترول ويحافظ على الكرة ولكن اتقفلت عليه، ضغط عليه عاشور الأدهم، ودي الكرة الأمامية، وحتى الآن عاشور الأدهم هو صاحب الإمداد والتمويل لهيرمان كوا ويوسف أوباما وأحمد الألفي، لسه دور مصطفى جابر حتى الآن مش واضح لينا في منطقة وسط الملعب. ادي اللقطه الابعاد من البوركنافي محمد كوفي، على مهله جنش هيعتمد على الكره المرسله من الخلف للامام، كره معديه ولكن في صفاره قريب، سمير عثمان بيحتسب خطا على مايوكا، حازم امام انتظر حازم، وبدا يبقى في ضغط مبكر من لاعبي نادي الاتحاد، طبعا عايزين يستخلصوا الكره من اقرب نقطه، اكيد في افكار في كيفيه ادراك هدف التعادل، ولكن محمد عادل جمعه يعمل مشوار وعمل عرضيه على القائم الثاني، ولكن هشام شحاته يعمل ابعاد، ودي في صفاره وفي خطا وفي اعصاب متنرفزه، ولكن المستشار مرتضى منصور بيكبح جماح احمد مرتضى. الدوري سخن ولا زال هناك سؤالين لم نعرف حتى الان كمتابعين وكمشاهدين. بازوكا يحط جسمه بشكل جيد ويدي زعيم الصغر ركلة مرمى، ادي الكرة اللي حطها هيرمان كوا ولكن خبطت في معروف، ما فيهاش اي حاجة ابدا ابدا، لكن زعيم الصغر عنده لقطة مثيرة للجدل والي اوباما في الدقيقة 35. مرة تانية كرة عند هاني سعيد، هيرمان كواو لهاني سعيد، العرضية رايحة على القائم التاني في منتهى الخطورة يا راجل، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، الفرص الكبيرة جدا جدا، ده الألفي اشمعنا كواو واشمعنا أوباما يضيع الألفي وهو على بعد 2 متر، كورة متأشرة من هاني سعيد في ظهر مدافعي نادي الزمالك بيهدرها بغرابة شديدة جدا جدا، احمد الالف بيحطها بضربة راسية مشاهدينا اعلى من ال 2 متر 44 سنتي، وادي ردود الافعال، واللي يضيع يستقبل، مفيش كلام. شيكابالا بيلعب كرة داخل المنطقة، وادي الكرة والمتابعة، ولكن تغطية موجودة من هاني سعيد على طول
بيقفل يعمل ايه؟ عنده مساحه كبيره وعنده قدرات عظيمه نادي الزمالك، ولكن لسه ما استغلهاش. ادي شيكابالا عايز يلعب العرضيه ولكن مره تانيه تجليه، ولكن ما كانش المره دي منتظرها مايوكا تتحول عرضيه شيكابالا الى خارج الملعب ركنيه. وادي اللقطه والفرصه اللي كانت عند ايمانويل مايوكا، كان فيها ممكن تسلل الكره اللي فاتت، ولكن المساعد الاول ضياء السكران لم يشير على تسلل مايوكا واشار باستمرار اللعب، ولكن الهاني سليمان قدم لنا انقاذ ولا في الاحلام. تتلعب الركنيه على طول، ابعد، تتلعب الضربه الحره مره تانيه، كوره متوزعه في الجانب اليمين عند يوسف اوباما، بيعمل المسانده عند عبد الرحمن فاروق، ولكن ايضا ارتداد ثنائي وثلاثي من لاعبي نادي الزمالك والتزام من كهربا لمساندة عادل جمعة، ولكن الأمامية مرة تانية ضغط ودي كورة ومحاولة سيطرة، ولكن كوفي على طول يعمل إبعاد مرة تانية، امتلاك كورة بشكل جيد من لاعبي نادي الاتحاد، واعتماد للفارس الأبيض على الهجمات المرتدة اللي هتعمل إزعاج كبير. عاشور الأدهم، عمرو نبيل، لها تمريرات هاني سعيد، واخد الجبهة اليمنى هاني، ولكن ادي التمريرة وادي التحول، هل في تحول سريع؟ ادي مايوكا عدى حلو، هل يكمل؟ وادي الكورة عند كهربا والهجمة المرتدة، ولكن فين يا كهربا؟ فين يا كهربا؟ لا لعب لشيكابالا، هو عايز يديها لشيكابالا، ولكن العرضية حنينة، على طول بيحط رجله مدافع نادي الاتحاد ويطلع الكورة الى خارج الملعب. بدأ الفارس الأبيض، مش طبعا رجال الداخلية، ولكن لاعبي نادي الزمالك بيبحث عن اللدغة المميتة اللي هتبقى لزعيم الصغر اللي مندفع ومتقدم للأمام ومتواجد في نص ملعب نادي الزمالك. هنشوف هل يستغل نادي الاتحاد تواجده في نص ملعب نادي الزمالك بكثافات عددية كبيرة ويدرك التعادل، ولا نادي الزمالك وحلمي يلدغ اللدغة اللي منتظرها نادي الزمالك وبيلعب عليها. هنشوف ونتابع. وصلنا للدقيقة 60، ساعة كاملة ما بين زعيم الصغر ونادي الزمالك الفارس الأبيض، ولا زالت النتيجة مشاهدينا تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 11 عن طريق إبراهيم عبد الخالق. ركنية رقم 5 لمصلحة نادي الزمالك، تتلعب على طول، وعلي جبر بيلمس من القائم الأول، ولكن أعلى من اللازم، لسه علي جبر بيشارك للمرة 4 أو المرة 20 مع نادي الزمالك. استلام حلو من أحمد توفيق، يسيبها لإبراهيم عبد الخالق، معروف يوسف على طول بيسلم كهربا، يعمل محطة كهربا وينتظر تقدم زمايله، وأيضا يدي فرصة للاعبي نادي الاتحاد انهم يرتدوا. ادي باسم عايز يربط مع كهربا، ولكن ما حضر نفسه عمرو، ضغط عليه كهربا، كان ممكن يغلطه. مصطفى جابر بيعمل تمريرة عند هشام، ادي الضغط يا ولد من احمد توفيق، يدي نادي الزمالك الاستحواذ في مكان جميل، وادي التقدم الجيد من حازم امام، عمل ترقيصة على عكس الاتجاه بذكاء وبخبرة كبيرة. حازم امام عارف انه مش هيعدي، ولكن عايز الخطأ وعايز يغلط هشام شحاتة ويستغل اندفاع هشام شحاتة، وبالفعل تحقق لحازم امام المراد وياخد خطأ. ضربة حرة مباشرة من مكان مميز وخطير، ضربة حرة، ادي الذكاء وادي الخبرات اللي موجودة عند نادي الزمالك، وتتلعب على طول الضربة الحرة المباشرة، ولكن اتلمست على القائم الاول، فيها ابعاد مرة تانية، كرة للامام، ابراهيم
يخلصها بشكل جيد وتقدم وبيعمل تمريرة حلوة في الجبهة اليسرى عند معروف وادي العرضية. هل نشوف باسم؟ ولكن شفنا الهاني سليمان في توقيت مناسب جدا يطلع يمسك بثبات. احمد توفيق بيحافظ للكرة الجنش، تقدم جنش وبيلعب وبيعمل حاجات النهاردة غريبة. بقول لحضراتكم الشريحة بتاعت محمود جنش المعتادة مش هي اللي راكبة النهاردة في لقاء الاتحاد. وادي الهاني سليمان، وادي خطأ، ومدي اعتقد ايه مدي سمير عثمان خطأ على باسم، ادى خطأ على باسم سمير عثمان. ولكن هنشوف اللقطة، هنشوف اللقطة اللي الخطأ اعتقد فيها كلام. زي ما قلت على جنش بقول على هاني سليمان بنفس اللقطة، ولكن شايف كارت اصفر من سمير محمود عثمان لمين؟ هل لباسم للاعتراض؟ الكادر فيه توتالة وفي كلام. هنشوف اللقطة مرة تانية، دي اللقطة اللي حافظ فيها احمد توفيق وحط الالف في ظهره 10 على 10 وسمح لجنش ان هو يتقدم. الامام لمصطفى، هيعمل ايه مصطفى؟ سبق الكرة ولكن بيرجع يعمل استخلاص، ولكن عاشور الادهم يضغط ويخلص الكرة. هشام شحاتة يعمل هات وخد وعمل انطلاقة في قلب الملعب. محمد عبد المجيد يلعب كرة قوية ما يقدرش يترجمها، ابعاد، ولكن لسه عند هيرمان. وادي العرضية بينتظرها عادل جمعة، وادي فرصة، وادي التسديدة، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. مباراة مثيرة جدا جدا، واخطاء اخطاء محمد عادل جمعة سابها بغرابة شديدة، مش شايف ومش واعي ان في لاعب من الزعيم الصغر واقف. ياخدها محمد عادل ويلف شعراوي، بص شوف الكورة، بص شوف الكورة، يا دوب سنتيمترات معدية بجوار القائم الايمن. فرص، فرص كبيرة بالجملة، فرص بالجملة، يعني مش عايز اقول مباراة الفرص الضيعة عن جدارة واستحقاق، ومباراة مشتعلة.